تغلب سبورتنج شارلوا على ضيفه جينك بهدف للا شيء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم. أصحاب الأرض لعبوا بأسلوب الاعتماد على الهجمات المرتدة بعد سيطرة ضيوفهم على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 67 سجل بوليت هدف المباراة الوحيد، وبهذا الفوز أنهى شارلوا عامه الحالي وهو في المركز السادس.